السلام عليكم. منحة في معهد ماكس بلانك في برلين في ألمانيا. المعهد عامل خلط ما بين الأحياء وعلوم الحاسب وعايز ناس تعمل أبحاث في المجالين دولت. طبعا يا جماعة عندنا 6 تخصصات موجودة مرتبطين بالأحياء وعلوم الحاسب، طبعا الرياضيات معانا والفيزياء والبيولوجيا الجزيئية وحاجات كده، ده ممكن تشوفها تحت الفيديو. التخصصات دي هم عاملين لها يعني معمل خاص بمديرين متخصصين علشان عايزين يحصلوا على نتائج لدارسي دكتوراه هيروحوا لهم. عندنا استثناء في المنحة دي انا مشفتوش او ما بشوفوش في منح كتير. عندنا في جامعة زويل موضوع الدمج ما بين ان انت تكون حاصل على بكالوريوس فقط وتعمل بحث واحد يشمل او بحث تحضيري يشمل الماجستير والدكتوراه. فهنا في المنحة دي لو انت معاك، طبعا الشرط الاساسي يكون معاك ماجستير عشان تروح تعمل دراسة الدكتوراه اللي هي 3 سنين وممكن تمتد لسنة رابعة كمان، بعقد موجود بينك وبينهم وبتمويل كامل. تمام. الناس الاستثنائية الحاصلة على بكالوريوس فقط ولكن لها اعمال استثنائية، هم محددوش يعني ايه اعمال استثنائية، ولكن اذا انت تم التقديم بيك بالموضوع الاستثنائي ده هيدوك بس سنة 3 ترم تحضيري بيعادل الماجستير وتبدأ في بحث الدكتوراه على طول. ماشي. النقطة دي مهمة، معرفش انا معرفش ايه معيار ان انت تكون استثنائي، بس هم كاتبين كده واتاحوا الموضوع ده ان انت من بعد البكالوريوس تعمل بحث دكتوراه على طول. طبعا شروط اما اللغة الانجليزية او الالمانية، هم مش شرطين الاتنين مع بعض، يعني اما انجليزي اما الماني، مش شرطين اللغة الالمانية في الموضوع ده علشان اهمية الموضوع، علشان يستقطبوا باحثين كتير، لان طبعا اللغة الالمانية هتاخد وقت على ما تتعلمها، فخلاص مفيش مشكلة. اللغة الانجليزية مفيش مشكلة. طبعا التخصصات تحت الفيديو، مش مطلوب اكتر من السي في بتاعك والابحاث اللي انت عملتها او الابحاث اللي انت ناوي تعملها هناك، بروبوزال البحث اللي انت عايز تعمله، وهتعمل عقد معاهم من الناس اللي هيتوافق عليهم. الديدلاين في 3 يناير 2020 عشان تروح هناك ان شاء الله 3 سنين الى 4 سنين تعمل بحث الدكتوراه في التخصصات اللي تحت الفيديو. حاول تقدم ما تضيعش الفرصة. الشروط ان شاء الله سهلة، ربنا يوفقكم. تحياتي لحضراتكم.